تحدث عدد من سكان بلدة بارسلونيت في جبال الألب جنوب فرنسا والقريبة من مكان تحطم الطائرة إيرباص A320 التابعة لشركة جيرمان وينجز الألمانية عما شاهدوه وسمعوه خلال ارتطام الطائرة ومقتل 150 شخص كانوا على متنها. شاهدنا الطائرة من قمة الجبل وأدركت في وقت لاحق أنها لن تذهب بعيدا. وفي انتظار تحليل المادة المسجلة في الصندوق الأسود لا يعرف حتى الآن سبب تحطم الطائرة. سمعنا صوتا عاليا، سمعنا ضجيجا وصوتا كبيرا لمحرك الطائرة يتردد في الجبال خلفنا. بعدها سمعت صوت الارتطام، كان صوتا عاليا جدا كالديناميت عندما ينفجر لإحداث الانهيارات الثلجية. كنا نجمع الحطب عندما سمعنا الارتطام، بعدها شاهدنا دخانا يرتفع. بدأ الناس بالقول إن الطائرة تحطمت بالأرض ورأينا الدخان يتصاعد من مكان الحادث. وتشارك 10 مروحيات فرنسية وطائرة عسكرية و500 من عناصر الدرك في عملية البحث.